بسم الله الرحمن الرحيم. لا يضيع حق وراءه مطالب، جملة رددتها الأجيال تلو الأجيال، ورسمتها المواقف وحفرتها في ذاكرة الأبطال المناضلين. ما أجمل أن تكون المطالب محفوفة بالحق، من الحق وبالحق تنطلق. ما أجمل المطالب حينما يرفعها رجال ويذود عنها رجال، وعنوان الذود هو أرواحهم التي استرخصوها في سبيل مطالبهم. رأينا الحق في المطالب عندما حملها رجال البركان. يا حق لن تضيع منا بإذن الله، فرجال البركان يطلبونك ليل نهار. لم تمنعهم حرارة الشمس ولا برودة الشتاء ولا شراسة العدو الملحد صدق النية وقوة العزيمة وشدة همة، هذه هي وسائلهم في البحث عنك. وأنتم أيها الأسود الأبطال، لم تعد كلمات القواميس تكفيكم، ولم تعد قادرة على وصف فعالكم. كادت الكلمات تنطق وتقول لكم لا لهذه الفعال وضعت، ولا عن مثل تصرفاتكم عبرت، فأنا عاجزة عن استيفاء الحق في ذلك. قريبا بإذن الله يتوج الأحياء منكم بتاج النصر، تاج البطولة، تاج الشهامة. تاج البطولة إن أبقيتم منها شيئا، أما الأموات منكم فأحسبهم والله حسيبهم، قد تتوجوا من زمن بعيد وأكرموا غاية الإكرام. وما هذه الانتصارات وهذه الفتوحات إلا بما زرعت وأنارت أرواحهم. لهذا النصر لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدأها بالرسائل، ورسالتنا اليوم رسالة الأولى حقيقة يعني أزف البشائر والخيرات والتهاني للشعب الليبي، للشعب المتمسك بثورته، المتمسك بمبادئه. انتصار كبير تحقق اليوم في الجامعة العربية، رغم يقيننا أن الجامعة العربية متحالفة مع الطغيان، متحالفة مع الاستبداد، ضد حرية الشعوب، ضد امتلاك الشعوب إرادتها. هذا يقين عندنا أصبح من خلال تجاربهم ومن خلال مواقفهم. لكن اليوم فضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم بفضل الأبطال الرجال اللي قاعدين في التبات، اللي قاعدين توا في البرد والشتاء وفي الأمطار، اللي قاعدين يفقدوا في أحبابهم يوميا وقاعدين يبتروا تبتر أطرافهم يوميا أيضا، ثم حقيقة بفضل الخارجية. نحن تعودنا وديدنا في البرنامج هذا المحسن نقولوا له أحسنت، والمسيء نقولوا له أسأت. يوما كانت الخارجية مسيئة متباطئة ضعيفة مش مواكبة الحركة اللي سايرة من الأبطال من الرجال، فكان لومنا عليها كبير، وكنا نطالب بالتغيير، نطالب بالتغيير، نطالب بالتغيير. لما كنا نطالبوا بالتغيير ما كناش نطالبوا بالتغيير كنا ما نبهمش في الكرسي ولا ما نبهمش في الحكم ولا قضيتنا هي الكرسي ولا قضيتنا هي الحكم. لا والله، قضيتنا هي ثورة فبراير،
قضيتنا هي امتلاك إرادتنا، حرية رأي يقعد عندنا، هذه قضيتنا. فأي مشوار أو أي عائق يمنع هذه المطالب وهذه القيم وهالمبادئ نبغضه بغض يعلم بها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المبادئ وهذه القيم دفعنا عليها ثمن كبير. فحقيقة الخارجية اليوم وأمس كان عندها دبلوماسية عالية، واستطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنتزع حقنا، والحمد لله رب العالمين. لا يضيع حق وراءه مطالب. الحق لما يلقى رجال يطالبوا به ليل نهار ومصرين عليه ومؤكدين عليه لابد ينالوه، وخاصة إذا كان حق فعلا، وخاصة إذا صدقت النوايا وصدقت الهمة وتحالفت وتآلفت القلوب النقية، بإذن الله تعالى نتحصل على الحق المنشود بإذن الله تعالى. وحلقتنا احنا بديناها بهذه الرسالة وهذا الانتصار المتوج، لكن حتكون تصريحات من واحد مسيلم الكذاب وتكالب على ثورة فبراير وتكالب على الثورات بصفة عامة ومحاربة للثورات بصفة عامة. خلونا نبدأ في حلقتنا ونشوفوا الفيديو الأول. أهلا وسهلا بك حضرتك على الهواء. حاك يا أخوي، أنا حصل من صرت يا أخوي. أهلا وسهلا بك سيد حسن، تفضل يا أخوي. إحنا تو كانين في طريق المطار وصارت المشكلة هذه اللي بتاع الحرب صايرة في طرابلس، وطلعنا من سوق المطار، من طريق المطار، عرفت ولا؟ نعم. وجينا لسرت هنايا، وتو دورنا نتصلوا بجماعتنا اللي في المنطقة الشرقية، كثروا علينا مشاكل وعزوات وبليه، وفي الأخير يطلع السيد المشير من بريان اللي لعبنا عليها وقلنا بتحرر، وكيف يا أخوي تو احنا كيف يصير فينا؟ كيف يصير فينا في موضوع؟ احنا حوشانا وسيبناهم ومشاكل الدنيا يا اخوي، والله يتعدوا المنطقه الشرقيه تشوف الناس ناس راحه تكر. نعم. بقى كيف يصير في حقنا احنا؟ احنا ما عادش نقدروا نردوا حتى لطرابلس. توا بقى كيف بيصير فينا؟ اليوم واخدين السبيعه واخدين الدنيا اكل. حاجه ما يقدرش عليها حفتر، المفروض ما خشش عليها باش ما حط نفطجين يا اخوي. كل شيء واضح. والله غلطنا اللي جينا معاه احنا اللي اسمه حفتر هذايا، كنت مايده، لكن من اليوم ما عادش نايده هذايا، لان يصير صح تبي الحق. نعم. يقولوا فيه كنا مش مقتنعين به، لكن تو اقتنعت به انا. نعم. انا جبت لكم الفيديو هذا على كلمه واحده درنا عليها نحن حلقات، وتقدر تقول الخط متاعنا كله غالبيته كنا نحكوا على هذه الكلمه اللي تو بنقولها لكم. الكلمه اللي كان كم في طنطوله شنو يقول؟ يقول طاجين، لقينا ارواحنا في طاجين. وهذا اللي دار حفتر، وهذا اللي ثبت اليوم، رغم يا اهلنا والله قلناها من سنوات، قلنا السيناريو هذا عرفناه وقلنا لكم شيء بيصير معاكم. يوما ما سيأتي قرار دولي، إن لم يعني إذا كان ممسكوش الثوار ولا مسكات ثورة براير ولا دخل المحاكم، وهذه الأقرب، يجي قرار دولي يقولوا له هاي لمك شاشك وعدي لأمريكا اللي جيت منها، وانتو تلقوا أرواحكم في طاجين ما يعلم به إلا المولى سبحانه وتعالى. تلقوا أرواحكم في طاجين اللي توه يحكي عليه الرجل الله. والراجل فصل لكم حكايه، الراجل قال لك ما دام انت ما تقدرش على القصه هذه شنو يخشش فيك؟ يا اهلنا اسمعوا كلام هذا الرجل اللي ضيع اولادكم وضيع ارزاقكم وخششكم في معامه وكره الناس فيكم وخلاكم تدفعوا ثمن، هو هذا المجرم اللي سموا فيه خليفه حفتر. اليوم القرار اللي صدر من الجامعه العربيه حقيقة عدة بنود هنا، لكن القرار اللي يهمنا نحن بالدرجة الأولى يعني إنه قالوا لازم تنحل القضية سياسيا وسلميا، بس مش هذه أخرى، لا لا، تنحل
سياسيا كيف وتنحل سلميا كيف؟ بالرجوع الى اتفاقيه الصخيرات. بالله عليك كبرتوا هالمقلب اللي خذيتوه يا اهلنا. رجعنا لاول نقطه اللي قلنا لكم عليها من البدايه، وقلنا لكم عن علو الشيطان، ووفروا الدماء، ووفروا كذا ووفروا كذا، ووفروا علينا حتى سنوات من المعاناه ومن التهجير ومن التشريد. لا ركبتوا روسكم. لا لا لا، انتم من انتم ارهابيين، انتم ميليشيات، انتم مغتصبين للسلطه، انتم كذا، انتم ما عندكمش موافقه كحكومه من البرلمان بتاع طبرق، لذلك انتم منكم الشرعيين. باهي تو عاد يا زعيم انت وياه. لما الجامعه العربيه وهي ما هي الجامعه العربيه، وعارفين حالتها وعارفين من يقود فيها، تصبي الجامعه العربيه وتقول لك الحل سياسي لازم يكون عن طريق اتفاقية الصخيرات. اتفاقية الصخيرات أول بند فيها بعد ما توقعت المفروض يعني، ومفروض جماعتنا أو حكومتنا مفروض ما عطتش هذه الفرصة كلها بصراحة يعني. بعد 20 يوم التوقيع تقعد المناصب السيادية شاغرة شاغرة بعد 20 يوم من التوقيع. وللأسف وبعد سنة يتم تسليم السلطة أو تعقد انتخابات، هكذا الاتفاقية تعقد انتخابات على مستوى ليبيا. ركبتوا روسكم والنتيجة اليوم طلعت هذه، عرفها أنا واعرة عليكم، عرفها حتتذكروا عيالكم وتتذكروا آلامكم وتتذكروا تهجيركم وتشريدكم. لكن نقولكم فيها من بداية برنامجنا، يوما ما حيضربكم بكارشو هذا، ان كان ما مسكناش نحن حيقول لكم هاي ما اللي قال لكم تبعوني انت، انا قلت لكم تبعوني كيف ما دار الخازوق الاولي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حالنا. تفضلوا يا شباب. كنت قد سالت سؤال يتعلق بالبعض في قصه الحسم، هل فعلا خلال ايام قبل ان يقدم اردوغان على ان يرسل قوات او لا يرسل قوات او يزود قوات أو يضع دفاع جوي كما هو يقول منظومة دفاع جوي موجودة في ليبيا، أو ينشئ قاعدة كما يصرح أحيانا، هل ممكن حسم طرابلس قبل هذه الخطوة ويكون ارتحنا ووفرنا أشياء كثيرة؟ حقيقة القيادة العامة الآن وفرت كل المستلزمات لحسم المعركة منذ يوم 12/12 اعلان سيدي القائد العام لساعه صفر تحرير العاصمه، والمعركه مستمره. الان نعلم تماما ان الميليشيات تحاول تعطيل دخول القوات المدينه، ولكن القوات عازمه العقد على تنفيذ هذه الواجبات. باذن الله تعالى ستكون الزمن هو الذي المهم جدا من اجل انجاز بقيه المهام القتاليه. قواتنا اليوم أنجزت مهام جدا ممتازة، ولكن مثل ما صرحت في السابق الظروف الجوية وكثافة السحب عطلت بعض العمليات الجوية وعطلت المعركة في بعض المناطق، كلها منطقة صعبة ومنطقة رملية، ولكن المعركة مستمرة والموقف من هذه المعركة لن تتوقف حتى إنهائها بشكل صحيح ونحقق كافة الأهداف الاستراتيجية والتعبوية من هذه المعركة. يعلم الله انك دولي يا مسيلمه كذب، اما انت دولي بصراحه يعني قدره بصراحه على فتلكه الكلام وعلى التعبيرات وعلى متزرط. هو متزرط، واليوم اختموها له بجول، قالوا له كان في حل بيكون حل سياسي وعن طريق اتفاق الصخيرات، او هذا وين يهروك هذا؟ هذا اللي يدف في طاجين حتى هو للعويله ويودر فيهم ويقتل فيهم، هذا مسيلمه الكذب. طبعا شيطة فيه من ناغرية بعد خشت الحجر جب على قول الجماعة، خش على الخط بقو وقال لهم راكم هرواكة وراكم ودرتوا البلاد وراكم غير شرعيين ومنقلبين وعسكريين وكذا. شاطت فيهم النار بعيد عنك، الدنيا العالم كله شاطت فيه النار، من حيث خشت تركيا على هذا الخط شاطت فيهم النار. توا المذيع وكأنه دفلة في كبوة، قال له زعما انتم عندكم امكانيات وعندكم كذا تقدروا تديروا حل قبل ما تجينا القوات التركية ونكونوا خففنا على أرواحنا واختصرنا الطريق. طبعا بدأ يبرم مسيلمة الكذاب، هيك وين
اصلا في مستلزمات قريب يقول لها مستلزمات الام والطفل، في مستلزمات بتاعتنا واتياتنا احنا، وبعدها في وقواتنا اليوم راه داير الشغل، راه هو طبعا يحكي داير الشغل، لكن في نفس الوقت لكن كثافه السحب والامطار والجو والكثبان الرمليه ولا مش عارف المنطقه الرمليه اعاقت بصراحه التقدم، هذا بس اللي اعاق، مش اللت حمر، مش اللت الحمر هو اللي اعاق، لا لا كثبان رمليه، رغم انه هو راه قواتنا دايره شغل، قال بسم الله، وقال لا لا بسم الله ما شاء الله دايرين شغل، بدليل طالع بالهيئه متاعتك وتزمط في ريقك وتدور في الكلام مدواره يا مسيلمه الكذب، مش عارف الكذب متاعك هذا وين يودر العويله وين يودر الدنيا ويخربها كلها، يصلح الله الحال. تفضلوا يا شباب. بالنسبه للشباب لا والله ما عنديش ما اقول لهم، الناس الرجاله اللي قاتلوا غادي والله صراحه يعني يعجز اللسان ويعجز اي واحد ان يعطيهم حقهم. تتحدث الان عن الجنود، لكن جنودنا بصراحه اللي يسجلوا في تاريخ ويسجلوا في حتى يعني شوف يعني حتى يتعاملوا مع اللي قدامهم على اساس انهم قوتهم، يتعاملوا مع اللي قدامهم ممكن انقاذها، ممكن تطلع عمل المعركه، يا ريت اللي قدامه هذا يفهم الكلام يفهم. طيب ان شاء الله ركزتوا معايا في الفيديو، الكلام وكانه مركب تركيب، كاينين فيديوين لكن هو فيديو واحد، اصلا ما عندهش ما يحكي يعني. قال انا شبابنا يسجلوا في تاريخ وتاريخ وبعضها الطب، قال لي لو كان يشوفوا كيف يعاملوا في الـ في الـ في الأسرة، ويا ريت اللي قدامهم حتى هم ينتبهوا كيف يعاملوا. تو مسيلم الكذاب هذا يبي يورينا كيف يتعاملوا مع الأسرة، يبي يعطينا قوانين التعامل مع الأسرة، مسيلم الكذاب هذا. انتوا فضحاتكم الفيديوهات بتاعتكم، فضحاتكم انتوا، انتوا المشرع بتاعكم، المشرع الأول والمشرع الثاني. المشرع الأول وهو المعبود من دون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بعد معمر القذافي اللي هو خليفة حفتر، هذا شن قال المشرع؟ أنت تكذب يا مسيلمة، تكذب كذب حمر. ليش؟ المشرع متاعك والمعبود من دون الله اللي هو حفتر هذا شن يقول في الفيديوهات بتاعته؟ يقول ما عندناش أسرى نحن، ما فيش، جيبه وحبسه وحطه في السجن ووكله وشربه، لا ما فيش، الميدان ميدان قتل، هذه المعامله اللي يكذب مسيلمه ويقول يا ريت يشوفوا كيف نحن نعامله، هذا واحد. الاخر المفتي الصعلوك الاخر هذا اللي داير روحه متدين، وهو صعلوك بمعنى الكلمه، زنديق، يقول ان الاسرى في جميع الاديان لا يقتلوا، لكن اسرى هؤلاء لازم اسرانا نحن يعني. نحن الأسرى اللي ياخذوهم من عندنا، لا هذي ما عندهم حكم جايب لهم، الصعلوك هذا الزنديق هذا جايب لهم على أساس هذي ما يقتلوا أيا كانوا، الأسير يقتل. إذا يا مسيلم الكذاب أنت تكذب وتؤكد على الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أظن هذينا انطبقا فيك بإذن الله تعالى، وخلونا نعيشوا معاها شوي اخرى. وهذا راه مكان صقر جروشي، راه زمان صقر جروشي اللي يحكوها في الليل يجي يقولها لنا هو في النهار، تو حتى هذا حل المحل بتاعها. وحقيقه ما دام المعركه فيها مسيلمه الكذاب مش حتوقف، والاخبار تتوالى ما شاء الله والامور طيبه، يصلح الله حالنا ان شاء الله. اعطوني الفيديو. ها طيب، طالما تتحدث عن موقف البعثة الأممية، البعثة الأممية أدانت عمليات القصف الجوي التي ينفذها الجيش، كيف تعلقون على هذا البيان؟ يا ريت ذهب إلى هذا وسكت يعني، لا قال حتى في طيارات بنغازي ينزل نجيبها في إرهابيين. طبعا هذه لقيها على الفيسبوك بتاع الأخوان، لقيها في قناة التناصح، عرفته، فهو قالها على طول. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني البعثة الأممية ياخذوا في الأخبار من قناة التناصح يا اخي، واو واو، ما نزلتونا مستوى بصراحه، احبطتونا احباط. يا ريت يا ريت كانت عندك كم قضيه وكان عندك كم مشروع وكان عندك كم راي، والله يا ريت، والله كانت تخفف علينا المصيبه وتخفف علينا الالم وتخفف علينا المحنه، نقول والله فعلا اللي معارضيننا يا جماعه ناس عندهم راي،
وعندهم حكمة وعندهم مشروع مبلدين فيه، مش مبلدين هذا بعدين يتقيم، لكن عندهم رأي الناس اللي قدامك. لكن بهذا الشكل، هذا الرايات وهذين الكلمات يسببا في دمار البلاد بالكامل، يهجرا أكثر من 100,000، يسكنا الناس في المدارس، يمنع الطلبة من المدارس والجامعات على سبة الترهات هذين والأكاذيب. معقولة يعني نوصلوا لهذه الدرجة نحن؟ شعب ثار، شعب طلع في وجه الطغيان وفي وجه الظلم وفي وجه الاستبداد، شعب يعيش على أرضه حر كريم عزيز، شنو المشكلة يعني؟ وين الغلط اللي صار هنا؟ وين الحاجة اللي خلتكم بصراحة اللي خلتكم تدمروا البلاد بهذا الشكل؟ هي طلعة الشعب هذاي وإزالة لجرثومة العصر، جرثومة العصر القذافي مدمر الأوطان ومدمر الشعوب وزارع الفتن ومخرب البلدان وناشر الرذيلة وناشر الفسق والمجون وسمي ما شئت. ثار عليه الشعب الليبي وطلعه وعطاه مثل للعالم كله، عطاه مثل للعالم كله وورى العالم كيف يتعامل مع الطغاة والمستبدين، وعطاه جزاء اللي يستحقه. تجوا انتوا توا اتحالفوا مع العالم كله في سبيل القضاء على ثورة فبراير، في سبيل القضاء على هذا الحلم، هذا المطلب الشرعي الحقيقي الأصيل. بصراحة المشهد يزيد بؤس، مش يزيد بؤس، يزيد حسرة وألم في النفس لما يختم بهذا الشكل، وما عندهاش شكل يختم به إلا بهذا الشكل. يا إما يمسكوا المجرمين وخاصة هذا مسلم الكذاب يمسكوا باليد مع أوذانهم، يا إما يخشوا المحاكم، يا إما يهجوا برا ياخذوا طيارات. والناس اللي طايحة على روسة اللي جابوا عيالهم ومدوا فلوس وساعدوا، هذه ما تأكلهم الحسرة والألم. والناس القبليين والوطن ما الوطن والفدرالية ودد الكلام الفاضي، الكلام اللي يضيع علينا ليبيا، هذا ما كلهم يخطوا في السفر، يخطوا في ساس، يموتوا بجلطة، يموتوا بحاجة، المهم يهجوا. هذا هو نهاية المشهد. فأنا أتمنى أهو رجاء عندي عند الله سبحانه وتعالى إنكم ها بلكي توقفوا هالدم هذي شوية، لعلكم تنجوا 20, 100, 200, 500 أخرى تنجوهم، ويكون الكم رصيد هذيما إن شاء الله، وربي يصلح حالنا إن شاء الله. ها شباب، من الذي وضع هذه الفلسفة؟ فلسفة المدرسة الأمريكية للإعلام، هم أساتذة الإعلام اليهود اللي أنا اتعلمت على يدين بعض منهم، بس تلامذتهم يعني مش هم التانيين ماتوا لما شبعوا موت، ولكن تم التطوير. وأنا اتعلمت في إدارة المؤسسات الإعلامية على يدي البعض في يهود الأمريكان، ناس كويسين جدا، ومش في مصر بس، وفي الدول العربية. الام بي سي دي من الذي يدير الام بي سي؟ بني اسرائيل. رسمي الذي يدير الاعلام في مصر هم بني اسرائيل. والله 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 ثلاثة يمين بالله وربنا الاعلم بحالتي، الذي يدير الاعلام في مصر كاملا هي بني اسرائيل. يلا شفتوا الحقائق المؤلمة الصعبة، حقيقة هذا الافاق هذا محتاج ان نحكوا عليه شوية. خلونا تو نطلعوا فاصل وتو نرجع ونحكوا عليه شوية. باي تفضل. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا يسر المدعي.
نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. شفتوا الحقيقة المؤلمة باش ختمها الأفاق اللي خير بكل يحلف وقال ربي علم حالتي إن اللي يدير في الإعلام هم بنو إسرائيل في مصر، وقال الإعلام كله متاع الوطن العربي. إيش رأيك هذا أنت؟ فما نستغربوش لما نلقوا قناة كيف العبرية والعربية هذه بتاع الإمارات ولا بتاع السعودية ولا الحدث بتاعها، ما نستغربوش لما نلقاوها تحارب في الثورات العربية. الثورات العربية ملخص متاعها تبي تطلع الكينونة، تبي تطلع الوضع الحقيقي للعرب، الوضع الحقيقي للشعوب المطالبة بالحرية. هذا كل ما في الأمر، هذه الثورات العربية تبحث عن شيء واحد، امتلاك إرادتها. نحن ما عفسوش علينا وما دسونوش بالأقدام وما ذلوناش الطغاة إلا بعد امتلكوا إرادتنا، هم اللي امتلكوها. لذلك نحن نسعى في الليل وفي النهار، وهذه الثورات وهذه الدماء وهذا القتل وهذا الخراب من أجل أن نمتلك إرادتنا، بس ما نش طالبين شيء صعب نحن. لذلك الإعلام اللي مسلط علينا يدير فيه إسرائيل. هل تعلم أن أول من يتضايق من الثورات هم إسرائيل؟ جن عارفين مشكلتهم إسرائيل نفسهم، عارفين الخطر عليهم وينه لما الشعوب العربية تمتلك إرادتها، لكن الأقزام والحكام والطواغيت هم اللي وضعينها مظلمة باش يتحكموا في الشعوب. ما عادش يقعد عندهم طموح الشعوب لتحرير الأقصى ولطرد اليهود من فلسطين. لذلك الإعلام هم يديروا فيه هم ويبثوا في السموم متاعهم والمفاهيم متاعهم والتحريف متاعهم، يبثوا فيه على مستوى الشعب وعلى مستوى الدول العربية من خلال الإعلام اللي هذا أحد أبواقه. توفيق عكاشة هذا بوق كبير وزنديق كبير، حتى هو أفاق بشكل رهيب يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم ولن يحقق وهمه أبدا. هناك للأسف كل يوم يفتعلون الأزمات. لماذا ليديرون أزمتهم؟ أنتم تعرفون مطلبكم، وحينما قلت أن الشعب يريد يعرف ماذا يريد، مكنه فقط من الآليات القانونية التي يحقق بها إرادته. المؤسسات السياسية لا تعمل ويحملونني المسؤولية، أتحملها كاملة، وآثرت أن أكون بينكم اليوم. هناك مؤامرات وستصدون لها، وأعرف أنكم أحرار، ولن تمر عليكم هذه المهاترات التي تحاك كل يوم، لأنكم تعرفونهم بالاسم، تعرفونهم ومن يقف وراءهم في الظلام. لن يحققوا أبدا ما يريدون. السلطة يفترض أن تكون في خدمتكم وليس في خدمة أي جهة أخرى. إن شاء الله هذا الرجل هذا إن شاء الله يكون هو اللي واحد من اللي نجوا من الطواغيت ومن الظلم والمستبدين، هو اللي يكشف في المؤامرة. كان عنده وضوح بشكل رهيب كيف ما كان الوضوح عند مرسي رحمة الله عليه. لكن مرسي آثر إنه ما يبيش يسبب زي ما تقول فوضى، ما يبيش يسبب دماء، ما يبيش كذا، فما نزلش للشعب لوطة. لكن هذا استغل الفرصة ونزل. نزل وحكى المؤامرة، يفتعلوا في المشاكل، يعرقلوا في مسيرة الثورة، يعرقلوا في المسيرة اللي قلنا عليها وهي السعي
لامتلاك إرادتنا، حريتنا. لبو عندنا حرية بنقدو بنا أدمين يعرق له مستحيل. تعرف كل شيء يفصل فيه امتلاك الإرادة الحرية. مستعدين نتنازل عن كل شيء إلا امتلاك الإرادة. امتلاك الإرادة هذه لا، معناه ما درناش حاجة نحن. لو لم نمتلك إرادتنا معناها ما درناش ولا حاجة، معناها ثوراتنا فشلت فشلا ذريعا. لذلك نحن حريصون على امتلاك إرادتنا. امتلاك إرادتنا نقولوا هذا صح وهذا غلط، نبوا هذا وما نبوش هذا، أفطن واحذر وانتبه، هكذا هذا اللي يمتلك إرادته. لكن هذا الرجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق وينير بصيرته بصراحة، مدرك للخطورة، مدرك للمؤامرة، حاولوا أن ينحرفوا به هكي ولا هكي، لكن الراجل مازال ثابت. أرجو أن الشعب التونسي يفهم كلام هذا الرجل ويفهم هذه الرسالة. وإحنا عندنا ثقة في الشعب التونسي أن شعب ناضج، شعب متحضر، واعي، فاهم، لذلك حيفهم اللعبة صح، وخاصة لما يلقى رئيس ولا مسؤول يلقاه صادق، يلقاه نظيف نزيه، يحكي له بالواقع، يحكي له بالإمكانيات اللي عنده، شن يقدر يدير شن ما يقدرش ما يديرش، كل شيء حط لك قدامه. أظن أن الشعب التونسي بإذن الله تعالى سيلتف حول هذا الرجل ويؤيده ويخرج ببلده من عنق الزجاجة اللي وضعونا فيها الظلمة والحكام المستبدين الطغاة اللي وضعوهم علينا الغرب، اللي وضعوهم علينا، اللي يدعوا الحرية والديمقراطية والإنسانية وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم، وضعوا علينا هؤلاء الطواغيت الظلمة، ألغوا شخصيتنا، ألغوا إرادتنا بالكامل. وخير دليل هذه الحروب التي تشن على الدول العربية ليل نهار، على الدول الثورات تشن عليها الحروب. يجيبوا لك واحد عسكري، عسكري ما يسواش قرش مع احترامنا للعسكريين، لكن العسكريين المستعملين الأدوات اللي يستعملوا فيهم من أحط أنواع العسكر، من أحط أنواع العسكر، بيديروا به مهمة قذرة حشاكم، وهي شنو؟ هي سلب الإرادة والتحكم في الناس وإذلال الناس. وهذه ما تسعى إن شاء الله الثورات العربية لتحطيم هذه الأصنام، أصنام الذل والعبودية بإذن الله تعالى. فالرجل هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في خطواته وأن يلتف حوله الأحرار الأبطال. بالله عليكم يا أهلنا في تونس، يا أخواننا في تونس، تمسكوا بهذا الرجل حتى نخرج جميعا من عنق الزجاجة. يا رب يا رب يا رب. تفضلوا يا شباب. خاصة من أجل جلب الدبلوماسية الجزائريين من التراب الليبي، وكذلك نحن عندنا قوات اللي قادرة تروح البنغازي وتجيب هذا حفتر، ماهوش الحماية المدنية كما يقول الآخر. عندنا قوات خاصة اللي قادرة تنفذ مهام على مسافات بعيدة، وقادرة تنفذ مهام بكل دقة وبكل شجاعة وبكل سرعة. عندنا هذه الإمكانية، ولكن نحن لسنا كما قلت أنت في البداية، العقيدة، عقيدة الدفاع الوطني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ما تغيرش منها جزء. نحن لا نتعدى حدودنا، نحن نحترم جيراننا. بالرغم من هذا في 2014 وصفنا هذا المعتوه بأننا أعداء ليبيا نحن وبعض الدول العربية، وكأننا نحن نطمع في خيرات وثروات ليبيا. ما عندناش أطمع في ليبيا من هذا الجانب. أعود الآن إلى حفتر وقواته وميليشياته وكذا. هو يتوهم أنه يقود جيش كبير، فهما مجرد ميليشيات لا يتجاوز عددها 10-12 ألف. منذ 2011 إلى يومنا هذا ما قدرش يسيطر على بنغازي اللي مساحتها 314 كيلومتر مربع. فهو قائد فاشل
تم إلقاء القبض عليه وسجنه في معركة واد الدوم. من أين جاء بلقب ماريشال؟ هاني جاي فكنتي كيف جاء أخفق وفشل في إدارة معركة في لابون داوزو في سنة 87 وتم سجنه هو ومجموعة من الضباط وصف الضباط والجنود نتاعو تاع الوحدة كاملة. أصارتهم القوات التشادية ودخل السجن في تشاد وبصفقة بعد وصول دريس دبي إلى الحكم في واغادوغو. شفتوا قيمة المجرم هذا الأسير الحرب هذا؟ شفتوا قيمة عند الناس العسكريين عند الناس اللي فاهمة صح؟ شوف عطاكم الوصف نتاعه والقيمة اللي أنتوا والعياذ بالله والعياذ بالله تعبدوا فيه من دون الله، أنتوا بل حطيتوا الصورة نتاعه قدامكم وقعدتوا تناقشوا أنتوا وياها. يعني خبر يبلط من العقل يعني. شفتوا الحجمة؟ شفتوا التريس اللي قال عندنا قوات تجيبها معوذنا من وسط بنغازي. ما أظن عاد بعد هذه الصراحة ما في صراحة. وهذين جزائريين يا حبيبي راه. ما فيهاش. ساعدت حكحك عليهم الخازوق الأولي في حاسي مسعود حكحك عليهم والله أعطوه النار. ما فيش يا بابا. ما فيش مرحميني معاهم راه. وهذي ما قالوا رايهم في المعبود بتاعكم. يبقى انتوا وين ماشيين يا اهلنا؟ معبود بتاعكم قالت عليه الجامعة العربية اليوم قالوا لهم ركحوا الكارطة وعدوا للحل السلمي السياسي عن طريق اتفاق الصخيرات. هذه سياسيا. عسكريا اردوغان حي نويه. الجزائر اهو هذا هذا مقامه وهذا قدره عندهم. اللي معتبره وداير له ها شويه هو بلحاف اللي قتلها له هذا اللي في مصر هذا الوحيد ها اللي ما زال يتفاهم معه. اما البقيه حطوه في حجم الطبيعي وفي وحدين اخرى حطوه في حجم الطبيعي وسامحوني نسيتهم خلال كلامي نسيتهم وانا اتاسف منهم على الهواء مباشره الان. وهم الرجال اللي قاعدين سواء الرجال اللي خلوه اربع سنوات كيف ما قال لك الراجل قال لك 314 كيلو متر مربع ما قدرش يحتلها وخلوه اربع سنوات وما فيش بلد وما استنجد بيها وما فيش مله وما جابها وما فيش نوع سلاح وما استعمله وبعدها جاء الرجال هن في التبات ووراه وروه نجوم في عز القايله، كرهوه في عيشته. لخبطوه للبرنامج العالمي كله. اللي وراه الذيول اللي وراه واللي ايدوا فيه واللي يدعموا فيه بالفلوس، كانوا حاسبينها على اساس اسبوع بالكثير اسبوعين. يقعد في وسط ساحة الشهداء ويغيروا اسمها ويلقي البيان بتاعها من فوق. واذا به يكلموه الجامعه اليوم يقولوا له اسمع يعلم الله انه وحلنا يا ابو صاحب، راه خذوا الكلام هكي راه. رانا وحلنا والقصه هذه مش تحز وشكلك هيك حتودرنا حتى نحن وراك ولا يصير منا نحن لا يصير منك انت. كانك تبي ما زلت تبي تسمع الكلام لا رد للاتفاقيه بتاع الصخيرات بلك نحصلوا من وراك شي حاجه. هيك راه انقالت هيك راه. خلاك من الدبلوماسيه والكلام الفاضي. لقوا تريس يمسح الكبت قاعد في التبات قالوا له والله منك خاشها لو تصبي على راسك. وابر الله سبحانه وتعالى بقسمهم. وأبر الله سبحانه وتعالى بدمائهم وأبر الله سبحانه وتعالى بأطرافهم. حي الله رجالنا، حي الله أبطالنا، حي الله مدينة مصراتة اللي اليوم ما زالت تزف الشهداء والقيادات الميدانية. حي الله غريان، حي الله الزاوية، حي الله طرابلس، حي الله مسلاتة، حي الله الخمس كلهم. حي الله الشعب اللي يبي حريته ويبي إرادته. بس هذا اللي نبوه نحن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. إحنا بنراهن مصر بالذات بتراهن على الحل السلمي وأن الحوار ممكن يؤدي إلى نتيجة لأن خدي سوريا بقالنا كام سنة حرب متواصلة على الرغم من زعم بعض الجهات أو بعض الوسائل الإعلامية أن مصر تدخلت مع التحالف العربي السعودية والإمارات في ضرب بعض المواقع لمساعدة حفتر؟ مصر من حقها تتدخل في ليبيا لأن دولة جارة. طب لماذا الحق لمصر ولا يجوز الحق لتركيا؟ لأن تركيا ما فيش أي حدود تشغلها
ولا يهدد امنها ابدا الوضع في ليبيا بشكل مشكل، ولكنها تهدد المصالح لكن المشتركه ما بينها وبين ليبيا. انا بقول لك هي مش مصالح، هي اطماع. مصالح دي انا رافضها، انما مصر هي اللي لها مصالح من كذا حاجه. دوله جاره حضرتك لو تسوقي سيارتك على الطريق الصحراوي هتلاقي عشرات او مئات العربيات اللي جايه من ليبيا، يعني الحدود مفتوحه 1300 كيلو. ده مش هزار، ده امن قومي مصري. وانا الحقيقه شايف ان مصر، بقولها بصراحه وحنسى ان انا انتمي للحكومه المصريه يوما ما، واقول ان مصر تباطات في التدخل في ليبيا. لان انا اهم عنصر عندي ما بقولوش، وهو ان انا عندي 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا. المصريين اللي في ليبيا قد نص الشعب الليبي. ده البريطانيين الحمد لله، اليس انطلاقا البريطانيين استعمرونا 70 سنه لان في واحد مالطي قتل في حادثه في اسكندريه، فتدخلوا عشان يحموا الجالية المالطية في مصر. يعني مش عارف شو بيقول الواحد، يعني استخفاف بينا للدرجة هذه، يعني سامحوني في الكلمة شوي، نذالة لهذه الدرجة يتكلموا علينا بهذا الشكل. أنا والله أنا بنقول كلمة، إن الحكومة المصرية تباطأت شنو يا راي؟ عدلوا اليهود غادي اللي واخذين أرضكم، عدلوا اليهود اقربوا، عدلوا اليهود اللي واخذين الغاز بتاعكم يا حكومة الخيانة والعمالة، يلي معينين من قبل اليهود، يلي تكلم عليكم الإعلام اليهودي، الإعلام الصهيوني تكلم في التلفزيون وقال السيسي أكثر مني صهيونية، قال هذا قالوها غادي في الإعلام الإسرائيلي، إن السيسي قال أكثر منه، وفعلا توم سايبين هالهبك اللي غادي وهالعمالة اللي غادي، وجاي برم وجهك هنا شور ليبيا وتباطأت. وإحنا عندنا نقطة مهمة جدا، وهي عندنا 2 مليون عامل موجودين في ليبيا، وهذا ما يعتبر نص الشعب الليبي. لذلك يحق لنا نحن أن ندخلوا ليبيا، وان الامن القومي بتاعنا، تفهموا في الامن القومي ولا عندكم عليه الامن القومي اللي قاعرينها انتم قاعرينها قاعر، ما زلتم تاكلوا على الامن القومي؟ الخيانات والعماله بتاعكم منين رائحتها؟ زي ما يقولوا ازكمت الانوف، واللعب بمصائر الناس والكذب والسرقات والدمار والاقتصاد اللي دمرتوه في مصر والناس اللي عطبتوا حالهم، شي تحكي لي تو على الامن القومي ولا على مصر؟ لكن العتب مش عليكم، العتب على العملاء والخونه اللي عن طريقهم دخلتوا ليبيا. والله لولا العملاء ولولا الخونه والله ما قدرتوا تخشوها ليبيا ولا قدرتوا تتكلموا عليها كلمه، لكن الله غالب. الخيانات والعماله هن اللي يبحث عليهن العدو دائما باش يخترق بيهن الحصون، باش يخترق بيهن البلدان عن طريق الخيانه والعملات وكلها والاموال وشراء الذمم. لكن باذن الله تعالى حصلتوا صفحه يا مصريين كحكومه، طبعا ما نحكيش على شعبنا، شعب ناس غلابه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عليهم. لكن نحكي كحكومه مصر، خذيتوا صفعة اليوم، حي الله الدول اللي رفعت اسم ليبيا اليوم وطالبت بحق ليبيا، أولهم الجزائر اللي توه كان يتكلم معاكم، والسودان تكلموا بقوة والحمد لله رب العالمين مشاء رايهم. وطبعا احنا مندوب ليبيا الشماخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظه، وكان رجل حر، رجل صادق، تكلم بكل حرقة وبكل صدق، وهذا هو المفروض يندار. يعني هذا هو اللي المفروض يندار، خلاص ليبيا انتقلت، ليبيا دفعت ثمن كبير بالكل باش تنتقل لمصاف الدول اللي تحترم أهلها وتحترم آدميتهم وتحترم إنسانيتهم وترفع من شأن المؤسسات ومن القضاء والحريات والحقوق والعدالة والجامعات كلها. نبوا نطلعوا يا ناس، نبوا نطلعوا، رانا دفعنا ثمن كبير
والحمد لله رب العالمين رزقنا ربي مواصفات. لكن تو تشوفوا المصريه خشوا، قلت لك انا من بدري، خشوا عن طريق وحدين مذهوبين شيره عملاء وخونه. لعلنا في الفيديو الجاي هذا تو نشوفوا نوعيه منهم، شوفوا كيف يتكلم. هذا عضو في البرلمان تاع طبرق، شوف انت عضو برلمان يا جماعه، لكن ما علينا، خلينا نشوفوها. في البدايه هناك بعض ربما الرؤى او دعنا نقول النظريات التي تقول انه لم يتم الاستعانه في طرابلس باي من هؤلاء المرتزقه من الناشطين في الجماعات التي تقاتل في سوريا، وما هي الا اتهامات للجهه المقابله للتغطيه على استعانه قوات الجيش الوطني الليبي بقياده حفتر بمرتزقه روس. يعني حديث لا يمكن يقبله عقل. هل 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 يعقل ان تدخل ان يكون هنالك تدخل روسي مع الجيش ويستغرق كل هذا الوقت رغم كل الصور والفيديوهات التي تبث هنا وهناك من بين هذا الفيديو الذي نعرضه الان؟ هؤلاء الشباب خرجوا من كل المدن الليبيه، قطعوا مئات الكيلوات. نعم. لكي يقولون أن الأمر لا يقتصر فقط على الروس، هناك مقاتلين من الجنجويد من الجماعات السودانية وحتى من المعارضة التشادية حسب الأمم المتحدة. حتى الأمم المتحدة تحدثت عن هذا الأمر. المعارضة لا توجد قوات لا للجنجويد ولا لروسيا ولا لأي طرف كان. الذين حتى منظومات الدفاع الجوي التي يمتلك بعضها الجيش الوطني الليبي والتي تتهم حكومة الوفاق بأن هناك تقنيين روس وفي مدينة ترهونة بالضبط من يشرفون عليها. معنى وجود قوات تركية على الأراضي الليبية، هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني عودة قوية جدا. وماذا يعني أيضا في المقابل تواجد تنظيم الدولة مرتزقة روس والسودانيين وتشاديين؟ عضو المجلس النواب الليبي كنت معنا من بنغازي الأستاذ سعد المغيب، شكرا جزيلا لك. والله يا مغيب طلعت مغيب مظبوط أنت رسمي، والله اسم على مسمى. يا راجل المذيع يحكي لك يقول لك شنو ساير في بلادك وأنت تنكر يا راجل. عن طريق كم انتوا المصريه خشوا، وعن طريق كم انتوا خشوا الامارات، وعن طريق كم انتوا خشوا الفرنسيس، وعن طريق كم وعن طريق كم. الخبر هذا يصير كله تقتيل في هلك في وطنك، وتقول لا ما يخشوش الجنجويد والروس المذيع اللي يحكي معاك روسي، راحوا المذيع اللي يحكي معاك روسي كيف بيحكي على هل هذا؟ كيف بيحكي على حكومته؟ وانت تقول له لا ما فيش الكلام هذا. يا راجل انتوا مدنيين وانتوا اللي انقلب عليكم حفتر بالدرجه الاولى. حفتر لما اعلن انقلابه في 7/2 في 2014 طلب تجميد الاجراءات او الاعلان الدستوري، يعني كل ما هو مدني وكل المؤسسات طلب تجميدها وإيقافها. أظن عد شفت عد، قول لي عد ما شفتش عد. بعدها بخمس شهور انتخبوكم انتوا للأسف، انتخباتكم ثورة فبراير. المفروض انكم انتوا شنو؟ يعني المنطق والعقل يقول شنو؟ يقول على طول الناس اللي انتخبونا هم اللي ناصروهم، هم اللي نأيدوهم. لكن انتوا تطيحوا على روسكم، تطيحوا على روسكم وتعدوا تأيدوا حفتر وتعطوه الشرعية وتقولوا هذا الجيش الليبي وأن الكرامة عملية شرعية 100%، رغم أن الكرامة لا تعترف بكم وتعترف بكم ثورة فبراير. أعطيتوا الشرعية للكرامة وما أعطيتوهاش لثورة فبراير. أعطيني عدلك نفهم به صراحة. يعلم الله إنكم بلدتوا. قالها زيادة غيم، قال أفشل برلمان في التاريخ برلمان طبرق، قالها زياد غيم مش نحن، راه هو اللي قالها وشهد شاهد من اهلها. يصلح الله حالنا
يصلح الله حالنا. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.